الله يبارك فيك ويجزيك بخير. جمعة مباركة. أي نوع اللي كيسير؟ بخير. بارك الله فيك السي الشيخ. بغيت نعرف جوج طلب، بغيت الطلب الأول بغيت النمرة ديال السي الشيخ لعب حساب. نعم، والطلب الثاني؟ الطلب الثاني بغيت نعرف، بغيت نسول السي الشيخ عافاك. بغيت نعرف زعما شنو هو، اش نقول لك، يعني الحالة اللي ما يمكنلكش، أنا يعني كنطلب من الله يسمح لي، الحالة اللي ما يمكنلكش أنك ما تمشيش عند والديك. نعم. انا هذه تقريبا دابا من العيادة تقريبا مشيتش عند والديا، ما كنشوفهم هما حدايا قرابين ديا، عندي مشاكل معاهم كبار، ولكن من بعد ان شاء الله ونعاود الشيخ يعني في الوقت بين المغرب والعشاء. بغيت نعرف انا يجاوبني عافاك ومن الناس كيسمعوا، يعني الحالة اللي ما يمكنلكش انك تمشي تشوف والديك. كاين حتى حالة حبيب. انا نجاوبك. حبيب حميد حميد حميد. تحياتي ليك وتحية ديال الناس ديال مكناس والجهة ديال التافيلات. اولا استعرف بانه والله الذي لا اله الا هو ما كاينش شي حاله اللي كتمنع الانسان من زياره ديال حتى حاجه. قال لك كاين في القران الكريم واخا يديروا لي كانوا وعاملهم بالمعروف. مرحبا بك فضيلة الشيخ، مرحبا بك. حياك الله سيدي، مرحبا بك.